متواصلين معاكم مع ترندي تفرج استنفع وكمندي. اليوم حبينا نحكيو انه فما من اهم المشاكل الكبيره في البو عند اي امراه هو انه تكون البو ماهيش اوموجين، تبدا عندنا دي تاش بغول والا حاجات معناها بالشمس والا باللاج، البو تكون ماهيش اونيفي معناها فيها ديما دي تاش، كيف كيف ساعات تلقى البو تيرن سان زيكلا. من بين زاد المشاكل انه زاد المراه يبدا فما اكني من التغييرات الهرمونيه، فما حب يطلع لنا والا كيف كيف نجم نقول عوامل اخرى كيما ستريس يطلع لنا حب، فما عامل اخر اللي هو مشكله عند النساء الكل اللي هو التجاعيد الموجوده. صحيح انه في عالم الكوسمتيك صارت كيما نقولوا اكزاجيراسيون على الاسيد هيالورونيك اللي الموليكول نتاعو باش تكون رزينه على البو، سي فري كو هو انتي ريد باغ اكسيلونس، لكن فما ما اقوى منه اللي هو الريتينول. كي نحكيو على الريتينول نحكيو على الفيتامين ا، اقوى حاجه فعاله هي الفيتامين ا، لكن زاد فما كومبينيزون افيك دوتر فيتامين هي اللي تفعل نضاره البشره. اليوم مخابر ديرمافيك اللي هي السابقه والرائده في تونس في المنتوجات اللي 100% طبيعيه عملت لنا باك كامل ومتكامل، وخاصه طبعا بعد نقول لكم بسعر حصري جدا لترندي، وخاص ما تلقاوه كان في ترندي. باك بوستر اللي كيما تشوفوا نلقاو فيه سيروم فيتامين ا اللي هو الريتينول، ان سيروم ينحي لنا ويقضي على التجاعيد بفاعليه كبرى، كيف كيف عطاتنا ان سيروم فيتامين بي نياسيناميد اللي هو فعال جدا في ترطيب البشره ويقضي على الحب والا الاتخاص نتاع الحبه، كيف كيف الفيتامين سي. نعرفوا انه راهو اي حاجه ما تكون فعاله الا بالفيتامين سي اللي هو يعطي نظاره، يقوي سيركولاسيون تاع الدم في الوجه، هذيك اللي يخلي الوجه فيه بريق ويفتح البشره، وبطبيعته انتي ريد باغ اكسيلونس. باك كامل متكامل تلقاو عليه اكثر معلومات على الباج نتاعنا ترندي على الفيسبوك والا على السيت www.trendy.tn. باك بثلاثه سيرومات اللي انا ناكد لكم ايور والا مع ماركات اخرى اللي ماهيش 100% طبيعيه كيفو باش يكون سعره 4 والا 5 مرات، اليوم تلقاوها ب 79 دينار اكاهو التوصيل مجاني اذا كنت تطلبونا على 36 016 016. دونك احلى متواصلين معاكم، وباش ناخذوا اكثر تفاصيل على المنتوج مع نسرين من مخابر ديرمافيك. اهلا بك نسرين. عسلامة ايمان، مرحبا بكم ومرحبا بالمشاهدين نتاعنا الكل. باك بوستور من ديرمافيك هذا جبناه للعباد وللنساء وللرجال اللي تعاني من برشا مشاكل في البشره نتاعها وما لقاتش حتى حل. هنا لي زاكتيف القويين لميناهم حطيناهم في ان سول برودوي اللي باش ينحيو لنا التجاعيد، باش يقاوموا ظهورهم، باش ينحيو لنا ليتخاس داكني للعباد اللي تتقلق من المشاكل نتاع لي زاكني وليتخاس نتاعهم ما لقات لهمش حل، وللعباد اللي تلوج باش تنحي لي تاش وباش تضوي الوجه نتاعنا. باهي نبداو بالسيروم ريتينول اللي هو سيروم فيتامين ا، لي في نتاعو انه كيما قلنا باش يحارب ظهور التجاعيد وباش يقاوم ظهورها، باش ينقص لنا من لي زاكني الموجودين، معناها هذوما العباد اللي عندهم بشره دهنيه ومتقلقين منها برشا، معناها عندهم بشره دهنيه اتوندونس اكنيك، معناها الحب يطلع لهم بالسيروم ما لقاوش حتى حل. السيروم هذا راه هو الحل لكم انتوما، باش ينحي لكم لي زاكني والتخاس داكني، عنده ايفي سيكاتريزون قوي برشا، معناها ابار انه باش ينحي لكم الحبوب والترس نتاعهم، راهو باش ينحي لكم اي سيكاتريس مقلقتكم في البشره نتاعكم. الاستعمال نتاعو استعمال سهل برشا، تستعملوا في الليل على بشره نظيفه، بيان سور تغسل وجهك تنشفو، تحل السيروم نتاعنا بالطبيعه هو سيروم فلويد، تحطو على البو نتاعك افيك دي غوت، تعمل به مساج سيركولير معناها من اللوطه وانت طالع الفوق حتى تشيلي شي حل البرودوي نتاعك وترقد. هذا بالنسبه للريتينول. نتعداو للفيتامين سي، احنا نعرفوا على الفيتامين سي عنده ايفي انتي بيغمون عالي برشا، دونك واش معناها باش ينحي لنا لي تاش نوار، باش يضوي لنا الوجه نتاعنا وباش يعطينا البون مين. السيروم هذا الاستعمال نتاعو كيف كيف باش يكون في الليل، تغسل وجهك على بشرة نظيفة، تنشفو، تحط لي سيروم نتاعك افيك امتي مساج سيركولير من اللوطة وانتي طالع الفوق حتى تكشي البشرة نتاعك تشربو وترقد على روحك. هذا بالنسبة للي دو سيروم هذوما. نتعداو لاخر سيروم اللي هو السيروم فيتامين بي 5 اللي احنا نعرفو معناها مفعول الفيتامين بي 5 مفعول قوي برشا في تجديد الخلايا. البي 5 يحفز انتاج الكولاجين ويحفز انتاج الالاستين والفيبروبلاست، الحاجات اللي باش تجدد
تشدد الخلايا نتاعنا وباش تخلي البشره نتاعنا صحيه. معناها هنا بعد ما استعملت روا سيروم نتاعنا لقيت بشره ضاويه بيان ايدغاتي خلايا متجدده وبالطبيعه بون مين وإكلامديان. بالنسبه للاستعمال نعاود نفكر معناها باللي الاستعمال نتاع هذوما زوز باش يكون ليله بليله، معناها ماكش باش تستعمل مع بعضهم. هذا تستعمله في النهار كي تقوم الصباح تغسل وجهك، تحط السيروم نتاعك على بشره نظيفه، تعمل به مساج حتى لين وجهك يشيح. كي تروح في الليل بالطبيعه على بشره نظيفه نعاود نفكروا تستعمل ليله بليله، ليله باش تستعمل فيتامين سي وليله باش تستعمل الريتينول. شكرا لك نسرين على المعلومات القيمه. كمان ومرحبا بك وبمشاهدينا الكل. احنا متواصلين شوي اخر باش تكون ضيفتنا خبيره التجميل تعطينا زاد اكثر تفاصيل على الباك بوستر، لكن خليكم مع شاهدتنا اللي استعملوا الباك بوستر تو سويت في التقرير التالي. فرانشمون ديغما فيك ما تتنحاش من داري، اني تري ساتيسفيت، خش عليا لا عرست ولا جبت، وجهي صافي سون غيف سون سيكاتريس سون لي تاش بغي. متواصلين معكم في ترندي تفرج استنفع وكماندي، بيان سور اكثر تفاصيل على الباك بوستر نتاعنا من ديغما فيك مع خبيره التجميل هند بن عبد الله. اهلا بيك. اهلا ايمان، منوره. يعيشك بنورك عزيزتي. دونك هند الحاجه اللي تعجبني فيك اللي انت خبيره وديما تو دون ان اكزومبل، تبارك الله كما قاعدين تشوفوا لا بويل اكلاتونت بون مين الشعر، دونك هذا الكل شيء الاسرار هند. نستعمل ديغما فيك. دونك هند نعرف اللي تبارك الله ديما انا نتبع فيك سورتو سور انستغرام، ديما عندك دي زاستوس وديما عندك الحاجات الزايده في ديغما فيك، كنت تعطينا اكثر تفاصيل على الباك بوستر. الباك نتاعنا الحقيقه ايمان فيه كل شيء، كل اللي تستحقوا اي نوعيه نتاع بشره ولا اي مشكله نتاع بشره. عندنا الفيتامين ا، عندنا الفيتامين بي 5، عندنا الفيتامين سي، دونك عندنا المراه اللي تبع فينا ولا الراجل عنده كل شيء باش تكون عنده بشره شيء نظيره خاليه من الشوائب، لا فيها لا ديتاش برون، لا فيها لا فيها ديغيت، لا فيها حتى شيء، عندنا كل شيء، عندنا الفيتامين ا، زايدين الاسيد هيالورونيك، زايدين الكولاجين ماغاف، كي نقولوا الكولاجين نعرفوا قداش. هذه تحكي على الغيتينول. الغيتينول يعطيك الصحه، بديت بالغيتينول، دونك عندنا زايدين الكولاجين ماغاف، وزايدين الاسيد هيالورونيك. دونك احنا لهنا المراه ولا الراجل اللي تبع فينا كان عنده ديتاش والا عنده دي ريدولك لي ريد صغار والا حتى لي ريد الكبار، عنده ديتاش اكني، عنده حس شويه هكا البشره نتاعو ماهيش في كيما يحب هو، ما عليه كان يستعمل السيروم نتاعنا الريتينول. الريتينول اللي هو مستحب نستعمله على بشره نظيفه في الليل قبل النوم.
داكوغ، نمشيو للفيتامين بي نياسيناميد اللي برشا يقول لك انا عندي برشا حبوب يظهروا، يقول لك الفيتامين بي فريمون اكثر حاجه تقضي على الحب. اي سورتو تغذي البشره. اي سورتو تصنع جدار يحمي البشره من العوامل الخارجيه ايمان. دونك الفيتامين بي بنعرفوه من احسن الحاجات للبشره وللضوافر والكل، اي سورتو البشره. دونك لهنا السيروم نتاعنا كي باش نستعملوه، الحاجه البيه في السيروم نتاعنا نجم نستعملوه في الصباح وفي الليل يا ايمان راه. حتى في النهار تحت ليكرون نتاعنا نجمو نحطو السيروم ونخرجوا به. هذه الحاجه الجديده. انا حسيت تستعمل في هذه القاعده شو صفر حبه. انا والله كان مش من المكياج، ميرسي فيروز ميرسي نويل اسحاق تحب نحييها المكياج نتاعي، راهو عندي حبه بالحق هندا زيرو حبه. تبارك الله. يعيشك عزيزتي ميرسي. دونك لهنا عندنا السيروم نتاعنا كما قلنا الباز نتاعو فيتامين بي اللي هو ممتاز، والحاجه البي قلنا نجمو نستعملوه في الصباح وفي الليل كيف كيف. يقضي لنا على بوتون كما قلت انت يا ايمان، يدراتي لنا بالكدا بالكدا البشره نتاعنا سورتو كان تكون عندنا بشره جافه فوالا، ويعمل لنا كل باغيير يحمي البشره من العوامل الخارجيه على خاطر حبينا ولا كرهنا الشمس الهواء البارد الهواء السخون والكل يطرفوا البشره ايمان. داكوغ، ونمشي ولا الفيتامين سي اللي انا مغرومه وراه نقول لكم راهي هندا البوم تاعها طلق، راهي ما تستغنيش على الفيتامين الحقيقة سي. الحقيقه اشاك فون طلع على هندا عندها الفيتامين سي. سي فغي الحقيقه الحاجه اللي ما نستغنيش عليها بالكل هي الفيتامين سي لا فيغيتي. دونك عندنا لهنا الفيتامين سي والحاجه الباهيه زايدينو الفيتامين او وزايدينو الويل دو بيبان دو فيك دو بارباري، معناها عندنا خلطه تحب اكثر من هكا، عندنا عرفت حاجه اكسيلون اكسيلون كوكتيل، معناها عندنا ممتاز حاجات هذوما ثلاثه اللي باش نقاوموا بهم كل شيء. كي نقولوا فيتامين سي شنو لابون مين لابون مين بيان سور اي سوبر اكليرسيسون سورتو كان عندنا ديتاش والكل نجمو نستعملوا زاد كيف كيف الفيتامين سي سي ان سوبر اكليرسيسون. وحاجه اخرى نزيد نذكر راهو الفيتامين سي فما دي لابوغاتوار اخرين، فما شكون يقول لك انا راهو البوم تي تري سنسيبل دونك ناخذ سيروم فيتامين سي ما يمشيش مع وجهي. راهو الحاجه المؤكده في السيروم فيتامين سي نتاعنا انه الدوزاج إلي بيان إتوديي باش تنجم حتى أنت البو سونسيبل نتاعك كي نو توليغ با أن بورسونتاج كبير نتاع الفيتامين سي راهو تمشي معاه إكسيبسيونيلمون في ديرمافيك عاملوا الدوزاج بالضبط. الحاجة الباهية في السيروم نتاعنا وأنا جربته الحقيقة الديرمافيك يعني راه فيه فوالا يمشي مع تو تيب دو بو إيمان، حتى العبيد اللي عندهم لا بو سونسيبل سي فريمون حاجة إكسيلونت استعملوه وذكرونا. نشكرك جدا هندا بن عبد الله نورتنا، شكرا على نصائحها القيمة. دونك كيما شفتوا الباك بوستر نتاعنا باش نقول لك السعر خاطر نعرفك اكسبير زاده في الاسو، يقول لك لي 3 سيروم وانت تعرف دو كوا يساجي ديرمافيك راهو ب 79 دينار اكا هو التوصيل ما جانيش تقول لي هذا. فازي فازي جوج في حق سيروم ميم با لي بيان سور. احنا كي نقولوا فيتامين سي وحده اكثر نعرفوا اللي هو فوق ال 100 معناها فوالا. دونك 79 دينار اكا هو التوصيل مجاني، تطلبونا على 36 016 016 زاده كيف كيف تنجموا تدخلوا على السيت نتاعنا 3w.trendy9.tn والا الباج فيسبوك ترندي، متواصلين معاكم وين ما كنتوا في ترندي تفرج استنفع وكماندي.